طبعا كالعادة زي ما حضراتكم عارفين، احنا في كل حلقة من الحلقات لازم ندخل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة، ومن خلال احدى الزميلات الجميلات بنتعرف على اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفيما يتعلق كمان بكل الفرق المختلفة في النادي الاهلي. النهاردة من الجميلات اللي معانا الزميلة العزيزة هنا ابو القاسم. يا هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. طبعا انتصار جديد بقى للفريق الأول لكرة القدم، وخلاص رجال النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب جديد للنادي الأهلي، لقب كأس السوبر المصري. ده طبعا بعد ما قدروا أمس بخبرة بقى النادي الأهلي يفوزوا على فريق سيراميكا كليوباترا والأهلي بلس 90 يحرزوا هدف عشان بقى يتأهلوا لنهائي بطولة طبعا كأس السوبر المصري في ثوبها الجديد الحقيقة يوم الخميس إن شاء الله أمام فريق فيوتشر. طبعا ده بعد ما كمان فيوتشر قدر يفوز على فريق بيراميدز، شفنا مباراة كان فيها ندية كبيرة بين الفريقين، لكن فيوتشر قدر بقى يحجز مقعد في النهائي عشان يواجه النادي الأهلي. طبعا كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، برغم من إن أكيد مباراة امبارح ما كانتش سهلة، راجعين من بطولة كبيرة جدا أكيد كأس العالم للأندية، لعبوا ثلاث مباريات من العيار الثقيل، لكن خبرات بقى النادي الأهلي وروح النادي الأهلي قدرت تحسم المباراة لصالحهم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني أقول لكم إنه يعني كنا طبعا كالعادة شاشة قناة النادي الأهلي كانت متواجدة مع الأعضاء في النادي عشان ترصد كل الأجواء في المباريات المهمة. الحقيقة الأجواء كانت مميزة جدا كالعادة، الأعضاء كانوا متواجدين عشان يدعموا الفريق ويتفرجوا على المباراة في أجواء مميزة جدا. خليني أقول لكم إن هم كان عندهم ثقة كاملة في رجال النادي الأهلي، بالرغم ان اكيد كانوا متخوفين شوية من حالة الإجهاد، لكن كان عندهم ثقة كاملة ان رجال النادي الأهلي هيقدروا يحسموا المباراة لصالحهم، وقد كان الحقيقة وقدروا يحجزوا بقى ويتأهلوا لنهائي البطولة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله البطولة تكون بطولة أهلاوية ونكون بقى اول فريق حصل عليها في ثوبها الجديد. زي ما قلت كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. ده على صعيد كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى، والبداية مع كرة السلة. النهارده ان شاء الله سيدات كره السله هيكون عندهم مباراه هتكون امام فريق الطيران في ذهاب الدور التمهيدي من بطوله دوري السوبر. مباراه ان شاء الله هتكون الساعه 6 مساء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد على صاله الشهداء. خلوني كمان انوه لجميع مشاهدينا انه المباراه ان شاء الله هيتم بثها مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، تقدروا بقى تتابعوا المباراه وتستمتعوا بسيدات كره السله. طبعا سيدات كره السله يعني بيبداوا بقى بطوله جديده ان شاء الله تكون من نصيبهم. اخر بطوله كانوا قدروا يحسموها لصالحهم كانت بطوله منطقه القاهره، قدروا طبعا يفوزوا ساعتها على فريق الجزيره، وشفنا كمان مباراه كبيره كانت مذاعه على قناه النادي الاهلي. ان شاء الله بقى دوري السوبر ايضا يقدروا يحسموه ملكات كره السله. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن رجال كره السله فطبعا عارفين انه في فتره توقف دولي بسبب مشاركتهم مع منتخبنا الوطني، لان طبعا منتخبنا الوطني هيكون بيشارك في البطوله العربيه اللي بتقام في مصر بالتحديد على استاد القاهرة. منافستها ان شاء الله هتبدا النهارده وهتستمر حتى يوم 3 يناير. خلوني افكر حضراتكم بمجموعه منتخبنا الوطني. مجموعته طبعا بتضم منتخب مصر، منتخب تونس، المغرب، الكويت والامارات. بنتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني اللي بيضم خماسي النادي الاهلي، طبعا ايهاب امين، عمرو الجندي، كريم حاتم، عمرو زهران، وعمر طارق. بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله بقى تكون بطوله من نصيب منتخبنا الوطني. زي ما احنا عارفين انه اكيد يمكن المجموعه قويه، تونس اكيد بيكون خصم قوي دايما لمنتخبنا الوطني، لكن عندنا ثقه كامله طبعا فيهم. كمان بقى خلوني اقول لكم انه بطوله جديده بتضاف لبطولات النادي الاهلي بعد ما قدر شباب كره السله 16 سنه يتوج امس ببطوله منطقه القاهره. ده بعد ما قدر يفوز على فريق الزهور بفرق سكور الحقيقه بنتيجه 77-59. قدموا مباراه كبيره جدا، طبعا بنبارك لهم وبنبارك لجهاز كره السله بالنادي الاهلي. وخليني اقول لكم انه في اخبار كتير النهارده متعلقه معانا بشباب وشابات النادي الاهلي، وده اكيد بيدل ان روح النادي الاهلي بتكون اكيد موجوده منذ الصغر.
زي ما قلت كمان شابات 16 سنه كانوا قدروا يحسموا ايضا بطوله منطقه القاهره اول امبارح لما قدروا يفوزوا على فريق الجزيره بنتيجه 57-54. وايضا امبارح كان في فوز لناشئات 18 سنه على فريق الشمس بنتيجه 68-27. ده كان ضمن منافسات منطقه القاهره، يعني انتصارات كتير بقى في على مستوى الشباب والشابات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. نروح بقى للعبه كره الطايره، ورجال الماسترز كانوا خدوا طبعا روحه سلبيه من التدريبات بعد ما نهوا المرحله الاولى من بطوله الدوري بعد اخر مباراه كانت امام فريق دلفي يوم السبت اللي فات، وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0. بعد كده بقى قرر الجهاز الفني انه يمنح اللاعبين روحه سلبيه لمده 4 ايام، هيعودوا ان شاء الله مره اخرى للتدريبات يوم الخميس القادم، يبداوا بقى يستعدوا للدور القادم، لكن لسه لم يتم تحديد موعد المباريات القادمه. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم انهوا المرحله الاولى بالفوز بجميع المباريات 10 مباريات، وطبعا متصدرين جدول الترتيب، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. خليني اقول لكم انه رجال الماسترز داخلين الموسم ده بروح قويه جدا، يمكن بطوله الدوري غابت موسمين على النادي الاهلي، وده طبعا مش متعودين عليه لانه رجال الماسترز كانوا مهيمنين على جميع البطولات في السنين اللي فاتت، عشان كده بقى داخلين السيزون ده بروح عاليه جدا، هدفهم هو التتويج بجميع البطولات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خليني اقول لكم انه شباب 17 سنه قدر يحقق فوز امس على فريق وادي دجله بنتيجه 3-0، ده كان ضمن منافسات بطوله الجمهوريه، عملوا مباراه كبيره جدا الحقيقه، كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراه، قدروا ينهوا جميع الاشواط لصالحهم، فطبعا بنتمنى لهم ايضا كل التوفيق في بطوله الجمهوريه. من كره الطايره خلونا بقى اخيرا نروح للعبه كره اليد، وسيدات كره اليد الحقيقه رجعوا مره اخرى لسلسله الانتصارات، بيستعدوا بشكل قوي بقى للمباراه القادمة اللي ان شاء الله هتكون امام فريق الطيران، هتكون يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. زي ما قلت محققين سلسلة كبيرة من الانتصارات، يعني اخرهم كانت على فريق سبورتنج قدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 25-21، وايضا على السموحة قدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 31-22. عشان بقى يوصلوا سلسلة الانتصارات الحقيقة بيقدموا اداء قوي جدا، كل مباراة بيدخلوها بيقدموا اداء قوي وبيقدروا يسيطروا على جميع مجريات المباراة، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضية المختلفة. ده على صعيد أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خليني يا كريما أقول لكم الأجواء زي طبعا معودنا دايما مشاهدين 10 الصبح في الأهلي، هي الأجواء مميزة جدا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أعضاء كالعادة متواجدين في النادي، يمكن المعظم طبعا في الصباح الباكر بيكون من فئة كبار السن، كمان المعظم بيكون متواجد عند المبنى الاجتماعي، البعض بيكون بيمارس طبعا رياضة زي رياضة المشي في تراك النادي، يعني أجواء مميزة جدا، طبعا كل الأعضاء تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهاردة في أجواء مميزة جدا. يعني يا كريم دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي النهاردة، طبعا معاك لو عندك أي استفسارات، والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. مفيش غير كل الشكر ليك يا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالمعتاد، شكرا جزيلا ليك.